هناك وحدة حال مسيحية إسلامية في هذه المدينة، ورغم الظروف الصعبة ورغم ما تمر به فلسطين وما تمر به وضعنا، إلا أنه إحنا أصرينا أن نبقي هذا الاحتفال الذي يجسد معاني ودلالات كبيرة وذات أهمية عالية لدينا. عندما تموت في روح الانتقام تكون في الميلاد، عندما يرمد في قلبي الجفاف نكون في الميلاد. باسم كافة الكنائس المسيحية في فلسطين وباسم مسيحيي فلسطين، ومنهم طبعا من هم طلاب في هذه الجامعة، نشكر إدارة الجامعة ورئاسة الجامعة التي أصرت في هذا العام أيضا أنه اليوم طبعا سوف نضيء الشجرة، سوف نحتفي بإضاءتها في باحة الجامعة. والأصل أيها الإخوة أن الجامعات أن تكون هي محور العمل، هي نبع العمل، هي التحدي من أجل الانتصار على هذا الفيروس، إلى جانب القدس ونحمل راية القدس واسم جامعة القدس. فها نحن نجتمع اليوم وفي قلوبنا مشاعر الفرح والسرور لنحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد، شجرة الحياة، هذه الشجرة التي ينبعث منها الأمل والإصرار.